حلقتنا النهاردة هي استكمال للمحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت، بس مش مبنية عليها. مش مبنية عليها بمعنى ان احنا بناخد selected topics عن patient counseling for pediatric population، بمعنى ان احنا بنتعامل مع اطفال كتير جدا في الصيدليات، مع مشاكل الاطفال، وكل مشكله تعتبر موضوع مستقل بذاته. اخذنا كام موضوع في المحاضره اللي فاتت، والمره دي هنستكمل وهنبتدي بالتسنين. التسنين دورنا فيه طبعا patient counseling، بيجي لنا والد الطفل ووالده الطفل بمشاكل كتير وبخرافات كتير عن التسنين، ومطلوب مننا نكونوا فاهمين وعارفين ايه الحاجات اللي احنا نعترض عليها في كلامهم، ايه الحاجات اللي هنوجهها في اتجاهات تانية، امراض تانية خالص والناس بتتعامل معاها على انها مرتبطة بالتسنين، او الاجراءات المفروض نعملها عشان نريح البيبي. الاول حد هيسألني امتى التسنين بيبدأ؟ التسنين الطبيعي بيبدأ في الاطفال من سن كام؟ احنا ممكن يجي لنا الطفل سن 4 شهور وبدأ يسنن. في اطفال ممكن تتاخر 5 6 7 شهور، كل ده كلام طبيعي. قبل كده ما ينفعش الواحد يقول طفل عمره 6 شهور لسه ما سننش، يبقى في مشكله. احيانا كمان الطفل بيتاخر في التسنين، بس بنلاقيه في المشي والوقوف والقعاد كويس قوي، يعني مفيش مشاكل عندي ولا في فيتامين د ولا في الكالسيوم، نطمن برضه. ايه الاعراض الحقيقيه بالتسنين؟ مش كل الاعراض اللي احنا المتعارف عليها ان هي متعلقه بالتسنين مرتبطه فيه فعلا. يعني عندنا الاعراض الاساسيه ان الطفل يبقى مقريف، مش مبسوط، قهقان، طهقان كده، ممكن نقول انه ممكن يكون بيسنن. يعني increase the salivation، طفل قاعد لمؤاخذه بيغيل كتير، اللعاب بتاعه قاعد ينزل على طول، ده برده من الاعراض المهمه للتسنين. عايز يحط كل حاجه بتيجي في سكته يحطها في بقه، من اول الالعاب بتاعته لغايه الشوز بتاع بابا ومامته. درجة الحرارة بتاعته ممكن ترتفع شوية، يعني ممكن درجة حرارته تكون 37.5، أيوة ممكن، 38، ممكن، 40، لا بالراحة شوية، مش تسنين ده، أمال إيه؟ هنشوف كمان شوية، هنشوف إزاي؟ هنتكلم دلوقتي عن الحاجات اللي هي مش ممكن تكون تسنين والناس بتربطها بالتسنين. سيفير بين، إحنا قلنا إن التسنين فيه ألم، طب أمال إيه ده سيفير بين؟ يعني ما يبقاش الطفل بيصرخ على اخره ويقول معلش اصل بيتسنن، لا ده ممكن يكون حاجه ثانيه خالص. اوتيتس ميديا مثلا، اكيد اوتيتس ميديا، طفل عنده التهاب في الاذن الوسطى وقاعد يصرخ ويجيب ودانه على كتفه او يحط ايده على ودانه، ده ممكن يكون التهاب في الاذن الوسطى. ما ينفعش نقول ان الطفل بيصرخ على الاخر ده معلش اصل التسنين. دايريا من اعراض التسنين؟ ابدا. ابسوليوتلي. الاسهال ممكن يكون عرض مرتبط بالتسنين ولكن ليس نتيجه عنه. ازاي؟ احنا قلنا من شويه ان الطفل كل ما يجي في سكته حاجه يحطها في بقه، هيحط حاجات ملوثه، هيحط حاجات واقف عليها الحشرات، يحط حاجات ملوثه، حاجات على الارض، اي حاجه بتيجي في سكته يحطها في بقه، فطبيعي ان نسبه التلوث معاه في السن ده بتكون عاليه، فطبيعي انه يكون عرضه للاسهال. في سبب تاني، ان الطفل اول 6 شهور بيبقى عنده المناعه معقوله شويه من ناحيه الانتي بوديز اللي واخدها من مامته، بعد سنه بيكون كون انتي بوديز خاصه بيه. في الفتره من 6 شهور لسنه ده بيبقى فيه عجز شويه في الانتي بوديز، عجز في المناعه، فممكن الطفل بيبتدي يكون عرضه لحاجات كتير من ضمنها الجاسترو انترايتس. تمام؟ طيب بالنسبه للاسهال قلنا انه مش مرتبط ب سبب مباشر للتسنين، لكن هو هنا بقى مرتبط بالتسنين كفتره زمنيه تزامن، يعني المفروض ندور بقى نشوف نوع الاسهال ايه وعلاجه ايه ونتعامل معاه، ما نقولش اصل بيتسنن ونسكت على كده. درجه الحراره لو فوق 38 برضه ما نقولش اسهال. ندور على سبب الحراره، الطفل ياخد خفض حراره يوم او كده، ما فيش تحسن، نبتدي ايه؟ الطفل يكشف طبيا ونشوف سبب السخونيه ايه، ما يسكتش على انه تسنين. لو الحراره 37.5 38 بياخد خفضات حراره يومين ثلاثه لغايه فتره التسنين ما تعدي. دي بالنسبه للاعراض او الشائعات او الجرائم اللي احنا بنقولها بنربطها بالتسنين ظلما وعدوانا. طيب احنا خلاص قلنا في تسنين، عايزين نعالج التسنين، بنعالجه بايه؟ ممكن نستعمل مسكنات عاديه زي الايبوبروفين، حاجه تسكن الالم الطفل،
مجرد ما نحط في بق الطفل ده بيخفف، بيريح الطفل شويه، والطفل بيعضعض فيه كده ويرتاح شويه او الايد مغسوله. طبعا مش ده الحل المثالي، احنا ممكن نستعمل عضاضه الطفل يعضعض فيها. العضاضه دي لازم يكون لها مواصفات، العضاضه اللينه غلط مش مريحه للطفل، وممكن ايه يطلع ايه يعني زي ترافيف كده وتلوث منه. الافضل عضاضه تكون لفه، تكون من اللي هي الجامده بس ما تكونش جامده قوي، بس هي الجامده الموجوده في السوق. ويفضل تتحط في باب الثلاجه عشان المفعول البارد، الملمس البارد ده يريح الطفل، بس ما تحطش في الفريزر وتبقى جامده قوي لان كده ممكن تعوره. طبعا هو الثلج او لو جامده يعني درجه حراره صفر اكيد هتريح الطفل من حيث انها هتعمل تبريد مكانها، لكن تجمدها طبعا ممكن يضر الطفل، فبلاش حته تتحط في باب الثلاجه. طيب طبعا المشهور ان احنا نستعمل بي بي سي سبراي او اوراكيور جل، الحاجات المحتويه على المحتويه على ليدوكاين او الحاجات المحتويه على بنزوكاين. الحاجات المحتويه على البنزوكاين تحديدا زي بي بي سي نزل فيها تحذير من الاف دي اي من حوالي 3 سنين، لانها ممكن تعمل عرض خطير جدا واللي هو مثل هيموجلوبينيميا، ممكن تعمل تسمم مثل وزي حاله نادره بس ممكن تكون قاتله. عشان كده الاف دي اي نزلت تحذير من استعمالها، وان كانت ما وردتش استخدام السوق، بس تعوز الطفل يكون تحت مراقبه لو ظهرت عليه اي اعراض وش ازرق ده، اي اعراض للميتو هيموجلوبينيميا، لان نبتدي ندخل امرجنسي على طول ويتم التعامل معاه. بس على ايه؟ في ليدوكاين برضو مش مفضل، الحاجات اللي زي الاوراكيور والبنتينوكس فيها ليدوكاين تركيز 1%، يعني الامان برضو بتاعها ما ثبتش بالقدر الكافي. وفي نقطة مهمة جدا ان مفعولها ضعيف جدا، لان الطفل قلنا عنده درولينج، عنده انكريز سالايفيشن، يعني هنحط الاوراكيور من هنا في خلال دقيقة او دقيقتين او ثلاثة هيبقى بره. لو حصل العكس وبلعه ممكن يكون في مشكلة. ازاي؟ ده مخدر موضعي. احنا دايما الريء ليه آلية في البلع تعتبر لا إرادية. لو بقى في تنميل نتيجة المخدر الموضعي ده ممكن يؤثر على البلع عند طفل صغير، الامور عنده مش مستقره، واي خلل ممكن يعمل خطوره. الخلاصه ان الليدوكاين سواء الاوراكيور او الدنتينوكس او دي بي سي سبريز مش مفضله لعلاج الام التسميم، ممكن زي ما قلنا الايبوبروفين، وممكن الباراسيتامول لو قبل 6 شهور يبقى باراسيتامول، فوق 6 شهور يبقى الايبوبروفين، وفقا للجايد لاينز الامريكيه في استعمال المسكنات. يعني مش عايز ادخل في تفاصيل اكتر، لان الظروف ابروفد في بريطانيا من سن 3 شهور. بالنسبه للعضاضه برضه زي ما قلنا تكون محطوطه في باب الثلاجه. ديت البيشنت كاونسلنج بخصوص التسميم للاطفال. ايه اللي بيرتبط بالتسميم تاني غير تسكين الالم؟ عندنا نقص فيتامين د ونقص الكالسيوم. وازاي نتعاملهم صح؟ نتعامل معاهم صح. احنا عندنا في اشاعات برضو، وعندنا في معلومات صحيحه، وعندنا معلومات صحيحه حصل فيه تغيرات بالنسبه لها، لازم نكون فاهمين ايه اللي حصل بالظبط عشان ما نعترضش على حاجات ممكن تحصل من اطباء تانيين او حتى من الناس نقول لهم كده غلط، بينما الحاجه ما بقتش غلط دلوقتي. كلام مبهم وغامض شويه بس هنشوفه حالا. بالنسبه لفيتامين دي، فيتامين دي ممكن يحصل منه نقص، ممكن يحصل منه زياده. وزيادة فيتامين دي خطر جدا جدا جدا، ولها تأثيرات سلبية جدا على الكلى. لكن الآثار الجانبية والتسمم من فيتامين دي ما بيحصلش غير من الجرعات العالية جدا ولفترات طويلة جدا. بمعنى كل الأطفال معرضين لنقص فيتامين دي بسببين: عدم التعرض للشمس، وان محتوى لبن الام رضاعه طبيعيه من فيتامين دي قليل جدا. وعشان كده في جايد لاينز كتير بتوصل استعمال فيتامين دي بعد شهر واحد فقط من الرضاعه للطفل اللي بيرضع رضاعه طبيعيه. نديله 400 وحده يوميا. نديله 400 وحده يوميا. طب الطفل اللي بيرضع رضاعه صناعيه لو بياخد كميه كافيه وياكل لتر يوميا بيوصل له كحول. ليه؟ لان الرضاع الصناعي اللبن الصناعي بيبقى فورتفايد بفيتامين دي، فمش محتاجين نديله اصلا فيتامين دي.
اعراض نقص فيتامين دي بتحصل اكتر في حاله الرضاعه الطبيعيه. من ضمن العلاجات اللي احنا بنصفها للفيتامين دي ديفشنسي اشهر حاجه حقن الدبارول والديكال شرب. حقن الدبارول والديكال شرب. لازم برضو نفرق ان نقص فيتامين دي ممكن يكون شويه نقص صغيرين ممكن يوصل لحاله الريتكس اللي هي الكفاح. تمام؟ طيب بالنسبه لحقن الدبارول احنا سمعنا ناس كتير لها كل الاحترام وكانت لها دور في توعيه المجتمع الصيدلي بخصوص فيتامين دي قالت ما نستعملش حقن الدبارول اكتر من مره في العمر. اكتر من مره في العمر. ليه؟ لان حقن الفيتامين د 600,000 وحده دوليه. وبالتالي اللي بيستعملها كل شهر او كل شهرين هيبقى فيها خطوره. هيبقى فيها خطوره. الكلام ده كان صح وكان مهم جدا ان يتقال من سنتين ثلاثه او من اربع خمس سنين. لكن دلوقتي حقنه الدبارول بقت 200,000 وحده دوليه فقط. طب ايه الفرق؟ هنشوف الفرق دلوقتي ان شاء الله. احنا ممكن عشان نعالج الطفل اللي عنده كساح اللي هو الريكتس نديله فيتامين دي لمده طويله جدا شهرين ثلاث شهور بجرعات عاليه جدا من 1000 ل 5000 وحده يوميا في حاله الاطفال فوق سن سنه. لو طفل عمره سنه وطالع وعنده كفاح ممكن نديله من 1000 ل 5000 وحده يوميا لمده ثلاث شهور. يعني لو قلنا ثلاث شهور في 5000 احنا بنتكلم في قد ايه؟ في نص مليون او 600,000 وحده. تمام؟ تمام. تبقى 100 في 5000 ب 500,000 وحده. ده بالنسبه للاورال فيتامين دي. طيب انا ممكن بدل ما ادي كل يوم شرب ده وشرب احنا عندنا الديكال المعلقه فيها 1000 يعني ده ممكن ياخد المعلقه الخمس معالق يوميا لمده ثلاث شهور ده اللي عنده كساح. طب ممكن ندي حقن الدبارول 600,000 وحده مره واحده بس؟ اه ممكن. ده اسمه ستوف ثيرابي. ستوف دي مشتقه من كلمه الماني معناها الدفعه. الكلمه الاصليه معناها الدفعه. فانا عندي كده بندي علاج دفعه واحده و 600,000 وحده ودول بيفضلوا في الجسم. احنا عندنا الفيتامين دي ده فيتامين اويل او اويل سوليبل يعني بيتخزن في الجسم ممكن يبتدي يعاد افرازه على مدار الشهور الجايه والطفل يتحسن بالتدريج كانه بياخد جرعه يوميه. ممكن ال 6000 دول يتاخدوا مره واحده يعني زي ما نكون بنقول ناخد ديفارول ثلاث حقن في اليوم. 3 في 200,000 3 في 200,000 3 في 200,000 ياخد ثلاث حقن ديفارول مره واحده في اليوم سواء انجكشن او بالفم. بس طبعا مش منطقي طالما اتقسمت ل كل جرعه 200 فنفرق بينهم. بس التفرقه ديت لو قلنا مره الصبح حقنه الصبح حقنه بالليل حقنه اخر اليوم مقبول. محدش بيعمل كده. هيجي لنا روشته ممكن يقول لك كل اسبوع او كل شهر مقبول، كل شهرين مقبول. يبقى طالما ما عدتش الجرعه الكليه ثلاث حقن من الديفارول ما نعرفش الطبيب اخطا ما نعترضش. محدش يتصل بيه ويقول له يا دكتور انت كده ممكن تعرض حياه الطفل للخطر. انت كده لو انت كصيدلي عملت كده انت اخطات، انت معلوماتك غير صحيحه، انت تعديت الحدود، انت ممكن تكون اضريت بالمريض وحرمته من العلاج اللي المفروض يتاخد صح. تمام؟ لو لقينا اكتر من كده بقى دي قصه ثانيه. ده بالنسبه لاستعمال فيتامين دي في حاله الكساح. طبعا مش كل الحالات بتبقى كساح، او دي يمكن حاله نادره. احنا بيجي لنا الطفل يعني عنده مثلا تاخر في الـ في الـ في المشي، تاخر في التسنين او كده، والطبيب قرر انه يديله فيتامين دي، فممكن هتكون حقن الدفارول واحده كفايه ومفيش اي خطوره، او نص حقن الدفارول حسب نسبه التاخر. اخذ ديكال شرب معلقه يوميا، تمام. الاطفال اللي اقل من كده ايه الخطوره اللي ممكن تحصل عليهم؟ كان في تجربه يعني ممكن نقول عليها كيس ستادي، طفل عمره ايام اخذ نوع فيتامين دي بشكل يومي، المفروض انه كان بياخد 400 وحده يوميا. الام غيرت وجابت نوع تاني من غير ما تاخد بالها، تركيزه ضعف تركيز 20 ضعف التركيز الاولاني، واديته نفس الكميه من الدواء. يعني يعتبر الطفل الرضيع اللي عمره ايام كان بياخد 8,000 وحده يوميا، واستمر على كده لمده 20 يوم لغايه ما تم اكتشاف الحاله وتم فحص الطفل بالكامل. مفيش اي او ادنى مشاكل او مخاطر صحيه حصلت. ان شاء
عشان برضو احنا ما نبقاش في خوف، مش معنى الحد الاقصى للجرعه حتى 600,000 نقول لو اخذ 700,000 او 800,000 او مليون هيحصل مشكله، لا لازم يكون في دايما في فارق ما بين الجرعه المطلوبه وحد التوكسيسيتي، تمام؟ عشان برضو ما نبقاش دايما مقلوبين على الفاضي. ده بالنسبه للفيتامين دي. طيب ابن عمه الكالسيوم، ومره نتكلم عن الحديد، استعمال الكالسيوم والحديد في الاطفال بيكون ازاي؟ احنا عندنا نقص الكالسيوم نادر جدا في الاطفال، لان الطفل يا بيرضع لبن طبيعي يا بياخد لبن صناعي، يعني بياخد يعني دايما اللبن موجود، اللبن موجود، فاذا المصدر وفير للكالسيوم، مش عرضة قسم يحصل عنده نقص في الكالسيوم، يعني لو حصل مشاكل في العظام او مشاكل في التسليم او 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 دماغنا على طول بتروح لفيتامين دي ديفيشنس وليس الكالسيوم. الحديد بنديه للاطفال، يفضل نديه من عمر 6 شهور، لان اللبن بيكون نسبه الحديد فيه قليله برضه، والستورز بتاعت الطفل في سن 6 شهور بتكون ديبيوتد وبيكون قليله، ولو ادينا الحديد بنقي الطفل من الانيميا، نسبه جينا للاطفال فيها بنقيها من الانيميا. طيب انا لو حبيت ادي حديد وكالسيوم، لو حبيت ادي حديد وكالسيوم لازم يكون في لازم يكون في لازم لحظه واحده ندي حديد وكالسيوم. احنا سمعنا كلنا ان في انتر اكشن في الابزوربشن بتاع الحديد مع الكالسيوم، او الحديد حتى مع منتجات الالبان. مش دايما لازم نقول ما ينفعش يتاخد الحاجات دي مع بعضها، وما ينفعش برضه نقول الاثنين دول مع بعض كمان ما فيش اي مشاكل. لازم في حاجات بسيطه كده نقدر نفرق بيها امتى نستعملهم مع بعض وامتى ما نستعملهمش مع بعض. انا لو عندي طفل محتاج شويه كالسيوم ومعادن، عايز تقويه يعني، واديت له حاجه فيها مثلا مالتي الحديد او سانسوفيد الحديد، في كالسيوم وحديد ومالتي فيتامين وكده، ما فيش اي مشاكل. اللي يمتص من ده ماشي، واللي يمتص من ده ماشي. احنا عندنا مين فيهم اللي بيتاثر بالتاني؟ هم مش الاثنين بيأثروا على بعض، الكالسيوم هو اللي بيأثر على امتصاص الحديد. الكالسيوم هيمتص زي الفل مفيش مشاكل، المشكله هتكون في الحديد. تمام؟ طيب انا لو الطفل عنده انيميا بقى وعايز اعالجه، اديه مالتي حديد؟ لا انا مش مع كده خالص. انا ادي حاجه كالسيوم وحديد، والحديد امتصاصه هيتاثر وهو الاساسي بالنسبه لي. لو لازم بقى انا عايز اعالج انيميا وعايز ادي كالسيوم، ادي ده لوحده وده لوحده. مش لازم احطهم مع بعض في جرعه واحده او اخدهم في وقت واحد لو علاجين مختلفين. يبقى المكسر السم الحديد والسلسلة حديد هيحتاج كالسيوم وحديد، ممكن تتاخد جدا لو الطفل ما عندوش انيميا، يبقى بدي الاثنين مع بعض وامتصاص الحديد هيقل نسبيا، مفيش اي مشكله لامتصاص منه يمتص. لو انا عايز حديد يبقى ابعد الكالسيوم عن سكته خالص. تمام؟ طب الكالسيوم والحديد دول استعملهم في اي وقت عادي مفيش مشكله؟ احنا عندنا طبعا لو الطفل عنده انفكشن واخد مالتي فيتامين، فيتامين دي، اخد زنك حتى، فيتامين سي، الحاجات دي بتفيد في مقاومه الامراض. يعني احنا عندنا الزنك وفيتامين سي تحديدا معروف انهم بيحسنوا مقاومه الطفل للادوار البرد او الانفلونزا. ده كلام كويس. طب الكالسيوم الحديد؟ لا، هنا في اختلاف. وبالذات الحديد، الحديد تحديدا. الحديد ده سلعه استراتيجيه في الجسم وفي كل الخلايا الحيه. يعني دايما في ازمه في البنزين، قصدي ازمه في ال الميكروب بيدخل الجسم بيبقى عينه اول حاجه عايز اجيب الحديد منين؟ عايز اعرف اجيب الحديد منين؟ الحديد مش بيمشي كده من غير حراسه في الدم. لا، ده من اول ما بيدخل الجي اي تي بيستقبله البودي جاردات بتاعه، ترانسبورتر بياخده من الجي اي تي ينقله يمشي بيه في الدم، ترانسبورتر تاني، الروتين والترانسفيرين يخزنه. دايما الحديد يدخل بعد كده الهيموجلوبين ماشي ما بين بودي جاردات محمي، طالع من خزان البنك لخزان البنك وفي النص بودي جاردات. تيجي الميكروبات عايزه الحديد بتحاول تعمل غاره على الترانسبورتات ديت عشان تاخد الحديد، مش بالساهل. يعني احنا لو قللنا الانتاج بتاع الايرن ده ممكن في بعض في كثير من الميكروبات ياثر على قدرتها على التكاثر والنمو. طبعا دي مش وسيله دفاعيه احنا نعتمد عليها احنا واحنا بنعالج المرض او الانفكشن، لكن دي حاجه الجسم بيعتمد عليها قبل ما بقى يبقى فيه انتي بايوتكس والكلام ده. كانت من ضمن الحاجات اللي الجسم بيعملها
دايما الحديد مش متاح بسهوله. انا لما اجي ابدا حديد ده ما احاولش ازود الحديد المتاح في الجسم في فتره الانفكشن، اوقف الحديد، تخلص الانفكشن ادخل بالحديد تاني. انا ايه اللي يضطرني ادي حديد في الفتره اللي ممكن اقدر اضر الميكروب بحجم الحديد فيه، مع ان بعض الميكروبات ليها الوسائل بتاعتها اللي بتقدر تعمل مانوفر وتقدر توصل للحديد بطرق بديله حتى لو قليل، لكن احنا بنتكلم بصفه عامه. طب لو انا شخص عنده انيميا حاده اقول له وقف الحديد؟ لا، خلي الحديد شغال زي ما هو، مش هوقفه، وادخل بالوسائل الدفاعيه بتاعت بقى الدوائيه سواء انتي بايوتيك او غيره عشان اعالج الحاله البكتيريه الانفكشن الموجوده عندي دلوقتي. تمام كده احنا خلصنا الجزء اللي فات، واتمنى لو في حد عنده اي سؤال في الجزئيه اللي فاتت دي يسالني فيها دلوقتي. في انتظار اسئلتكم مكتوبه في الشات الجانبي، كاتب في انتظار الاسئله مكتوبه وهنجاوب عليها ان شاء الله سؤال سؤال. سؤال: فيتامين دي اسم الدواء الشرب اللي فيه؟ عندنا فيتامين دي موجود في نقط دي دروب ونقط فيتامين دي 3 واشهرهم دي دروب نقط، دي فيها فيتامين دي فقط، فيتامين دي فقط. وفي طبعا كل ادويه الكالسيوم، مش هقول معظمها، يكاد يكون كل ادويه الكالسيوم اللي في السوق انا بعتبر الماده الاساسيه فيها الفيتامين دي، زي الديكال شرب مثلا والديكال والالفيتال، الحاجات دي كلها فيها فيتامين دي بعتبر هو الاساس، والكالسيوم هو المكمل ليه. فطبعا بيبقى مشهور يقول لك دواء الكالسيوم، لكن اعتبروه دواء الايه؟ الفيتامين دي. السؤال اللي بعد كده، في سؤال بيقول عايز يعرف ليه تاني بنوقف الحديد اثناء العدوى؟ ده لان الحديد مفيد للميكروب، فاحنا لما نقلل الحديد اللي داخل الجسم يبقى احنا كده بنضر الميكروب وبنأثر على قدرته على التكاثر والنمو، وبالتالي قدرته على الاضرار بالجسم. فاحنا كده نعتبر بنقاوم العدوى. السؤال اللي بعد كده، ممكن اعرف جرعه فيتامين دي للاطفال عمر 10 سنين؟ هو مفيش جرعه محدده، طالما الطفل محتاج العلاج بياخد الفيتامين دي بالجرعات اللي احنا قلنا عليها من شويه. لو قلنا فوق سنه بياخد من 1000 ل 5000 وحده يوميا في حاله الريكتس لمده 3 شهور. يعني لو اتكلمنا عن ديكال شرب هياخد من معلقه لخمس معالق، معلقه شاي لخمس معالق شاي يوميا. لو اتكلمنا على الدوبارول في حاله الريكتس او اتساح هياخد ثلاث حقن سواء بالفم او بالحقن عن طريق العضل، ممكن ياخدهم مره واحده، ممكن ياخدهم مثلا حقنه كل اسبوع او كل شهر. طيب سؤال ايه تاني اللي بعده؟ وجزاكم. ممكن ندي ديتيل شرب بعد عمر سنتين؟ ممكن جدا، معانا من عمر من عمر شهر لغايه عمري وعمركم، مفيش اي مانع احنا ناخد الديتيل في اي وقت. جرعات فيتامين دي عاده بالنسبه من سن الجرعه المعتاده للطفل ما عندوش مشاكل 400 دوليه يوميا، 400 وحده دوليه يوميا. الطفل اللي عنده ريكتس او اي درجه من درجاته ممكن توصل الجرعه من سن بعد سن سنه من 1000 ل 5000، تحت سن سنه لغايه 1000، يعني من 400 لغايه 1000. وطبعا حقنه الدبارول تنفع، من 1000 دي ممكن تتاخد بس ما تتاخدش بعدها فيتامين دي بقى، وهي تفضل تشتغل في الجسم مده طويله. وقال لي بعد كده جرعه الحديد للطفل اللي عنده انيميا معتمده على ايه؟ على السيفيرتي، وفي معادلات بتعتمد عليها في حساب الحديد في حاله الانجكشن. في حاله الفقر بتبقى الجرعه على حسب خاصه بكل دواء على حسب تركيز الحديد فيه. وبرضه الحديد الامتصاص بتاعه ضئيل جدا، يعني احنا لو خدنا 500 ممكن نمتص منهم 2 3 5 10 ما يمتصش كميات كبيره، بس طبعا لازم يبقى عارفين لو شرب ازازه حديد يروح على الامرجنسي فورا، لان يعتبر من الادويه السامه، الجرعات العاليه جدا بيعتبر من الادويه السامه. لكن في الجرعات البسيطة ولو تجاوزنا ضعف او ضعفين او ثلاثة مفيش مشكلة. يعني لو جرعتهم عليها يوميا واخد ثلاث اربع معالق في اليوم مرتين ثلاثة مفيش مشاكل. الطفل بيخزن الكمية الزايدة ويستفيد منها بالتدريج بعد كده. ممكن ناخد فيتامين سي كوار بجانب الحديد عشان نزود امتصاصه. ممكن جدا ويكون مفضل. بس طبعا الفوار الاطفال الصغيرين ما يقدروش يتعاملوا معاه، فممكن نديهم فيتامين سي سيرب. عندنا في فارولكس شراب صيدلية، في فوسفوجليكس جين، وفي الهالورانز برضه اللي هو في زيت طب الحوت، في نسبة فيتامين جين كبيرة.
السؤال اللي بعد كده ممكن نعطي الطفل 1 الفا عيار ربع لطفل بعمر 10 انه ياخد اي اخذ اي شراب او نقط. بالنسبه لل 1 الفا فيه زيه دروبس اللي هي الفا كالسيدون، وفي 1 الفا دروبس برضه ممكن تتاخد للاطفال. ايه الفرق بين ال 1 الفا والالفا كالسيدون والفيتامين دي العادي؟ فممكن نجيب نتيجه سريعه ويمكن اسرع كمان الفيتامين دي العادي، بس في مشكله انه ما بيتخزنش في الجسم وعمر النص بتاعه قصير، وعشان كده يعني لو هنستعمله نستعمله على طول بقى لغايه الطفل ما يبقى حالته كويسه، بعكس الفيتامين دي الطبيعي لان ده ممكن يتخزن في الجسم لمده طويله، ناخده شهر او شهرين او زي حمض الديفارول زي ما قلنا، ويفضل الجسم يسحب منه يخزن يسحب منه براحته على طول. السؤال اللي بعد كده، حقن الحديد اتمنعت؟ لا، حقن الحديد ما اتمنعتش مستمره وامنه. حقن الحديد العضل طبعا فيها مشكله التلون، لما توصل لمنطقه تحت الجلد تعمل لون، واللون ده ممكن ياخد سنه او اكتر على ما يروح، والحل ان احنا نديها طريقه الزجزاج تكنيك، يعني الحقنه بتدخل السن يدخل بنحرك العضله الاول وندي، طبعا احنا مش شغالين فيديو دلوقتي عشان اوريها لكم، بس ممكن اي واحد يعمل سيرش على اليوتيوب زجزاج تكنيك، بنحرك العضله ندي السن نرجع العضله نسحب السن، فالمسار بتاع الحديد عشان يطلع كده بيتحول لزجزاج، فبيبقى صعب انه يوصل لمنطقه تحت الجلد ويعمل اللون. الدواء طب يفضل ياخد، هيفضل ياخد الدواء قد ايه؟ ده بنتكلم عن الفيتامين دي زي ما قلنا، الدواء الشرب من شهرين لثلاث شهور، وبالنسبه للحديد على حسب الانيميا في حديد من ثلاث لست شهور على حسب درجتها. ليه زي الفيتامين دي بيضر الكلاتوكسيستي؟ يعني عن طريق الكلاتا بيعمل توكسيستي. توكسيستي نتيجه زياده الجرعه، الجرعه وصلنا للمرحله التوكسي. هل نقص فيتامين دي ممكن يساعد ما فيش علاقه بالنسبه لتفرقه الشعر؟ طبعا فيتامين دي من الحاجات اللي بتاثر على يعني في تلازم ما بين فيتامين دي وفيتامين اي وفيتامين اي، ودول طبعا ليهم نقص فيتامين دي ممكن ياثر على تفرقه الشعر، بس الاكثر تاثيرا بلا منازع هو الحديد، نقص الحديد هو اكثر حاجه تعمل تفرقه الشعر، وممكن برضه الزنك معاه، عشان كده حتى ممكن في كافيهات اسمها هايبو تنسي فورمولا داخل في تركيبها الحديد بنسبه عاليه تكاد تكون تعالج الانيميا. فاول حاجه لما يجي لنا حاله تسقط شعر خصوصا في الفيميلز نعمل تحليل للانيميا. ازيكم دكتورنا؟ في سؤال، كول كالسيفيرول اقوى الفا كالسيفيرول؟ زي ما قلنا من شويه الالفا بيبقى قوي ولكن ما بيتخزنش في الجسم، اللي هو موجود في الالفا كالسيدون والوان الفا والالفا كارينو والوان الفا دروبس، ده يعوز يستعمل طول مده العلاج، اذا الطفل وصل فعلا لمرحله انه بقى تمام وزي الفل نوقفه. او على الاقل ممكن نوقفه فتره ونبدا بفيتامين دي اللي بيتخزن عشان ما نفضلش ناخد لمده طويله. ديفارول كان بيوز اي في؟ لا، ديفارول يا اما بالفم يا اما بالعضل. اكلات تحتوي على فيتامين دي، الالبان الكاو ميلك نسبه الفيتامين دي عاليه فيه، وفي كل الحاجات الاويلي اللي فيها الزبده والكبد والاهم من ده كله الشمس. الشمس من اهم مصادر فيتامين دي، تعرض الشمس للنسبه للكبار طبعا متاح وسهل، وبيوفر فيتامين دي بكميات كبيره جدا، مش هيبقى فيه اي مشكله فيه. طبعا المريض اللي عنده مشاكل في الكلى بيبقى ليه وضع استثنائي، محتاجين نتفرع في موضوع كبير خارج الموضوع، بس ياخد 1 الفا تحديد. لو ببساطه جدا امتحانات، دخل اي حد امتحانات وانت تلاقي كله وقع. الستريس، الستريس طبعا بيأثر فيه الاندروجينيك اليفيشن، ده وضع تاني بيبقى نتيجة الهرمونات، مشاكل الهرمونات طبعا موجودة في الذكور أساسا اللي هي الصرع الوراثي، لكن بتبقى موجودة بدرجة من الدرجات برضه في الكيميلز، ودي اللي ممكن نلجأ للميلوكسيديل في علاجها، 5% بالنسبة للميلز و 2% بالنسبة للفيميلز، برضه بعد ما نطمن على الأنيميا. في طبعا تساقط الشعر في موضعي زي الثعلبة وزي يعني برضو مش عايز اتفرع في موضوع جلديه، تساقط الشعر مثلا تساقط الشعر الجنرال لما يبدا من الشعر كله ده بيبقى غالبا نقص الفيتامين، نقص في الحديد نسبه تقترب من 70%. ثم الاستريس بعدها،
او الاثنين، وده بيبقى الغالب في معظم الحالات. ايه التحاليل اللي اعرف بيها وجود الانيميا ونقص الحديد؟ طبعا صوره الدم ده اولا من الهيموجلوبين، وممكن نحلل الترانسفيرين والفيريتين عشان نشوف برضه كميه الحديد في اللي موجود في الستورج بتاعت الجسم، ودي لها تفاصيلها. هل القشره تسبب تساقط الشعر؟ ممكن القشره تساقط الشعر، الاثنين يكونوا عرضين لحاجه زي السيبرويد درماتيتس، وارتباك القشره هنا هي سبب تساقط الشعر، بيبقوا الاثنين ناتجين عن نفس السبب. اعطاء حبوب الفلورايد للاطفال الرضع، معرفش الفلورايد هو على العموم يعني ما شفتش اي جايد لاينز فيها الفلورايد ده للاطفال الرضع، وان كان نزل فتره هنا في مصر من حوالي يعني انا شفت من 10 سنين كان في حاجه اسمها مينافلور بتتاخد للاطفال، ما اعتقدش ان هي كانت للرضع كمان، بس انا ما قابلتنيش اي حاجه كده في دراساتي في موضوع الكالسيوم والحديد او في بحثي في الموضوع ده، ما قابلنيش الفلورايد خالص ان هي من الحاجات المفروض نديها بشكل روتيني. نورمال فالو للفيتامين دي 3، احنا لما بنحلل في الدم بنحلل هيدروكسي فيتامين دي، وممكن اشوف لكم الريفرنس فاليو واحطها لكم ان شاء الله على الجروب. بس انا سبق وطلبت من حد قريبي ان يعمل التحليل ده اللي هو هيدروكسي فيتامين دي، وللاسف لقيته ب 250 جنيه، فما اعتقدش ان هو يعني تحليل عمل انه يتعمل. لو طفل عنده تقوس في رجليه وعظمه شكله ضعيف لكن عمل تحليل كالسيوم وطلع كويس، المشكله فين؟ المشكله احنا قلناها في المحاضره، الكالسيوم عاده ما بيبقاش هو المشكله، فتش عن فيتامين دي. طالما في تقوس غالبا هيبقى في نقص في فيتامين دي، ولو اخذنا جرعه فيتامين دي كويسه في خلال مده من 3 ل 6 شهور، المفروض لو طبعا يعني لو بالاشعه ممكن نلاقي تحسن في خلال 15 يوم، بس انا بقول عشان يكون ظاهريا من 3 ل 6 شهور هنلاقي تحسن ظاهر ان شاء الله. اللي انا فهمته انه عمل تحليل الكالسيوم، الكالسيوم نادرا لما بيبقى هو سبب المشاكل اللي في العظم زي ما قلنا اسمها. سؤال تاني، تاخر التسمين ايه اكثر زاويه دكتور؟ نقص الكالسيوم برضه هو نفس القصه، فيتامين دي هو المشكله. لو اتفقنا الاول ان في تاثير مرضي في التسمين، لو طلع شهور مثلا هنقول لا لسه طبيعي، لو الطفل متقدم في المشي والحركه برضه ممكن نقول نصبر عليه كمان شويه. في مشكله مش هتبقى في الكالسيوم، الكالسيوم موجود في اللبن سواء الطفل بياخده طبيعي او صناعي، الكالسيوم متوفر، النقص هيبقى في فيتامين دي. انا اعرف ان يعطى من عمده 2 و5 سنوات، ولكن سئلت عن العمده قبل سنتين اذا كان ممكن اعطاء الفلورايد 70 ساعه في الاسنان عند الطفل، لا اعلم، ممكن ابقى اشوفها ابحث عنها واحطها لكم ان شاء الله برضو على الجروب تحت اللينك بتاع المحاضره. الفلورايد، معلومات عن الفلورايد انا لا اعلم وهشوفها ان شاء الله. لا ولا ممكن تحت عندكم في رد، انا ما اعرفش صحته ممكن اتاكد برضه. فلورايد فيتامين دي للكبار، فيتامين دي للكبار يعني ما بتفرقش كتير عن الاطفال، يعني تقريبا داخل جرعه من 800 ل 1200، والفيتامين دي اثناء الحمل كويس برضه، بس لازم ما يعديش حد معين. انا افضل انه يكون اللي هو ال 400 ملي جرام يوميا، ممكن توصل ل 200 ملي جرام، لكن المنتجات اللي فيها اعلى من كده انا لا افضلها. يعني ممكن تدخل بقى تكون كاتيجوري سي الجرعات العاليه، انا ما بقولش انها هتكون ضاره بس ما تبقاش امانها بالقدر الكافي من التجارب، وان كان في تجارب منفرده فيتامين دي بتاخد بجرعات اعلى شويه من المحدده ديت وما كانش في مشاكل برضه. في سؤال اتكرر عليا مرتين، انا يمكن عملت نفس الفسفوس اول مره، اسباب ولاده الطفل بالكفاح؟ انا ما اعرفش. النقطه الاساسيه احنا قلنا الغرض من المحاضره في الاول هو البيشن كونسلنج، دورنا كصيادلة مرتبط بمعرفه كل شيء عن الدواء قبل كل شيء عن التشخيص. احنا صحيح يا ريت نبقى عندنا فكره كويسه قدر المستطاع في كل حاجه، اعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء، شيء عن كل شيء نعرف شيء عن كل حاجه طبيه، وكل شيء عن شيء اللي هي كل شيء عن الدواء. فانا طبعا يعني ممكن بخصوص المحاضره انا اللي محضر موضوعها يعني ممكن اعرف كل حاجه عنها، بس انا ما اعرفش ليه الطفل ممكن يتولد بالكفاح بصراحه، بس ممكن ابحث عنها ان شاء الله وابقى ارد على الجروب. اورال فيتامين دي كان بي ميكسد ويز ووتر جوس اور ميلك، ينفع جدا ان احنا دي دروب على الحاجات ديت. طبعا لو ميكس بس ما يكونش سخن، اذا بنتكلم عن ربع يبقى اكيد مش هيكون سخن. في اي اسئله ثانيه في الموضوع ده؟ واياكم.
حياكم جميعا، ربنا يبارك فيكم. جرعة جديد رد نقاط الأطفال سنتين. الجديد رد برضه احنا قلنا هتبقى لو مفيش مشكلة هتبقى 400 وحدة دولية في اليوم. السبع نقط فيتامين دي أعتقد السبع نقط كان فيهم 400 وحدة دولية على ما أذكر، بس أنا ذاكرتي أحيانا تكون ضعيفة شوية، أنا بحسب الجرعة كل مرة. يعني اللي انا فاكره ان الازازه كلها كان فيها 2800 مللي جرام 2800 وحده. لو حد فاكر حجمها دلوقتي نعرف النقطه الملي فيها 20 نقطه نقدر نحسب. واياكم جميعا. والله انا كنت متخيل ده النص الثاني من المحاضره، انا المحاضره اللي اديتها المره اللي فاتت كنت متخيل ان الموضوع هياخد اكتر من ساعه، بس ما هجهزش الباوربوينت بتاع المحاضره الثانيه، في محاضره جاهزه ومتحضره بس الباوربوينت بتاعها ما اترفعش، فانا مضطر ان انا اكتفي بالموضوع ده. ولو في اي سؤال فيه او حتى لو في اي اسئله خارج الموضوع ده انا تحت امركم، ولو ما فيش اسئله دلوقتي اي اسئله حطوها تحت السؤال بتاع المحاضره وانا ان شاء الله اجاوب عليها، واللي ما اعرفوش ادور عليه وارد عليكم فيه ان شاء الله. شكرا. مش كل واحد مني في دروب يحتوي 2800 وحده، تمام، كل واحد مني فيه 2800 وحده، والنقطه الملي 20 نقطه، يبقى انا عامل النقطه الواحده هيبقى فيها 14. كل واحد مني في دروب في 2800، احنا عايزين لو عايزين دروب 100 يبقى احنا هناخد اربع نقط. كام احنا عايزين؟ سبع الكميه ديت طبعا. ثلاث نقط من فيتامين دي، لو الملي فيه 2800 يبقى الثلاث نقط هيكون فيهم جرعه 400 وحده دوليه. هل هناك علاقه بين تساقط الشعر ونقص الزنك؟ اي نعم، نقص الزنك ايضا يؤدي لتساقط الشعر، عشان كده بنزيد زنك في الحديد والزنك مع بعض، وده ممكن يفيد جدا في علاج تساقط الشعر. امتى الشخص البالغ ياخد فيتامين دي؟ الشخص البالغ مش محتاج ياخد فيتامين دي بشكل روتيني الا في بعض كبار السن اللي عندهم اوستيوبوروزس فعلا، اللي عندهم فعلا اوستيوبوروز كعلاج اضافي لحاجات ثانيه للوالد، لكن ما بيتاخدش بشكل روتيني في اي حاله. يمكن في الحمل بس زي ما قلنا ناخد جرعه معتاده من 400 ل 800 وحده دوليه. جميل. مايل جلوكوبينيا ياخد لو طفل عمره 30 ياخد ايه؟ الاول نطمن ان هي حاجه يعني مفيش مشاكل، يكشف طبعا طبيا، واحنا عندنا الاشناسيا يتاخد بشرط ما يزيدش عن شهرين، لو اكثر من شهرين بيقلل يبتدي نتيجه عكسيه، بيعمل اوفر ستيميوليشن للمناعه فيبتدي يجيب نتيجه عكسيه. والتغذيه الكويسه للطفل برضه تعالج المشكله ديت. احيانا لو طالع من دور برد ممكن ياثر على صوره الدم بتاعته او اي دور فيروسي او بكتيري فتره النقاهه، فانا بفضل دايما لو في تحليل صوره دم وفيها خلل بسيط يعيده تاني بعد اسبوع او اسبوعين. لو لقينا مشكله خطيره بنعمل ريفير، لو مشكله بسيطه بنتعامل معاها. فيتامين دي بيأثر على الاظافر؟ ايوه، نقص الفيتامين دي بيأثر على الجلد والاظافر والشعر، بس النقص الشديد. والأهم طبعا تأثيره على الأسنان والعظام، ده هو اللي يهمنا بالنسبة للفيتامين دي. لما حد يجيله اكتساح وياخد فيتامين دي بيروح خالص يخف ولا لأ؟ إن شاء الله بيخف، بس بياخد فترة وبيبتدي يتحسن بدرجة كبيرة جدا وإن شاء الله يرجع لطبيعته. إلا لو في سبب مرضي مش مجرد نقص فيتامين دي بس. أنا بتكلم عن الاكتساح الريكتس اللي هو ناتج عن نقص فيتامين دي. في علاقة بين التسمين والإسهال؟ لان دايما بيحصل اسهال، وبالنسبه للحراره احنا قلنا الارتباط ما بين فيتامين دي والاسهال ارتباط زمني، ارتباط نتيجه زي ما قلنا الطفل بيحط حاجات كتير في بقه ممكن تكون ملوثه، والتلوث معناها بكتيريا وميكروبس ممكن هي اللي بتعمل اسهال، لكن لو دورنا في اي مرجع في اي مصدر هنلاقي الاسهال لا علاقه له بالتسنين نهائيا. والحراره لغايه 38 ممكن تكون نتيجه الانفلاميشن بتاع التسنين، ممكن نقول انها من التسنين 37 37 ونص 38، لكن الحراره 39 او 40 وفي اسهال مثلا وسخونيه ده مش من التسنين، ندور على السبب. لو 39 لو في اسهال وسخونيه تبقى نزله معويه،
لو طفل بيعيط جامد وحرارته عاليه احتمال كبير لو كمان بيجيب رقبته كده او ودنه على كتفه او بيجيب ايده على ودنه بيكون اكيد ايفايتس ميديا. سؤال طب الفيلر بتاع الصخره مش هو بيزود الانزيم بتاع الكبد ده ممكن يسبب مشاكل الطفل عدم اكتمال الكبد بتاعه؟ لا الفينوباربيتال بيزود انزيم طبيعي اللي هو السيتوكروم النيتروفيلمال انزيم انديوسر فهيزود ميتابوليزم بتاع البيليروبين لكن ملوش اي مشكله السيتوكروم مش هيضر الطفل. وانا برضو مش بقول انه ايه لان هو برضو يعني بيعدي السي ام اس صحيح بالجرعه المعتاده مش هيبقى فيه مشكله بس طالما الفوتو ثيرابي فعال واكثر امانا يبقى خلينا في الاكثر امانا. انا ذكرت ليه في علاجات الجوندس لانه بيجي لنا احيانا في روشتات فما نعترضش كل القصه ما نعترضش عليه طالما دي اساس علمي. سؤال فرد مثلا النهارده طفل عمره 3 سنين نفسه مسدوده ورفيع ايه الخطوات اللي بعملها معاه ولا ابدا بفاتح شهيه فاتح شهيه على طول؟ لا فاتح شهيه مفيش اي فاتح شهيه ابروفد دلوقتي للاطفال ولا لغير الاطفال. كان عندنا السبروهبتادين اللي كان موجود في التريزوريكس او الترياكتين وده اتمنع والميسيدور اللي هو بيزوتيفن وده اتمنع ما عادش بينزل منهم وبيزوتيفن مش موجود ولا تابلت ولا سيرب هو اصلا علاج للصداع النصفي وكان بيستعمل لفتح الشهيه والسبروهيبتادين ابروفد كانتي هيستامينيك مش ابروفد لفتح الشهيه وليه مشاكل من ضمن المشاكل يعني كان في تجربه ستادي اتاخد بجرعه معينه 12 مللي جرام في اليوم لمدة خمس ايام بس وقاسوا الجروث هرمون لا حصل له سبريشن مش حاطط حاجه فاتح شهيه تنقص نمو الطفل تاثر على الجروث هرمون بتاعه فالترياكتين غير مفضل يعني ممكن حد يقول لي ناخد التابلت واطحنه لا مفيش اي فاتح شهيه ابروفد للاطفال طبعا احنا الشهيه دي حاجه في السي ان اس. طيب انا عايز افتح نفس الطفل عايز الطفل ياكل اعمل ايه؟ في حاجه اسمها ممنوع مرغوب يعني في ناس تقول للطفل هتاكل واجيب لك هديه او مكافاه انت كده خليت الطفل حاجه بالنسبه للاكل حاجه مشكله هيجي على نفسه ويعملها علشان ياخد مكافاه بعد كده يبقى مش هيعملها بعد كده غير لو وفرت له المكافاه. في ناس ممكن تقول كل هضربك برضه انت كده ربطت الاكل بالنسبه له حاجه كريهه ان هو حاجه بيعملها عشان ما ينضربش ومش هياكل غير بالتهديد يعني هياكل بقى وهو متغصب وهتبقى حالته حاله ومش هتلاقي التهديد دايما هيبقى فيه مشكله ولو هددته كل وجبه انت هتعمل له عقده نفسيه اساسا واول ما تبطل تهديد هيبطل اكل خالص يبقى دي سكه غلط اصلا خالص. تمام طب انا قاعد اقفلها في وشكم طب ايه الحل؟ الحل اخطف اللقمه من بق الطفل يعني ممكن بالهزار واللعب كده انا هاكل الاكل بتاعك لا انا اللي بحب الاكل ده انا اللي هاكله. في ناس بتقول للطفل كله عشان تكبر يمكن دي تكون مقبوله شويه بس انا ما افضلهاش برضه انا افضل طريقه الحرمان والمنافسه. حرمان يعني التقل الطفل عايز ياكل طب كمان شويه خلص اللي في ايدي طب ما كان الاكل محطوط مش هو انت اللي ما اكلتش تمام يبقى كده الطفل هيحس ان الاكل دي حاجه يعني مش سهله المنال بس الطفل كده هيغيب يوم او يومين عليه ما ناكلوش هيخس شويه يا عم خس 2 كيلو خليهم 3 كيلو بعد كده هيحب الاكل ويجيب لك مكانهم 5 6 ان شاء الله. في حته المنافسه ديت ان انا اعمل نفسي فعلا يعني بتودد كده مع طفل بهزار ولعب عايز اكل الاكل بتاعك وكده ومش وما اقفش عند الخطوه دي كمان لا ده انا اكل الاكل بتاعه فعلا ومش كده بس لو الطفل قاعد يتفرج عليا انا اخلص الاكل بتاعه هخلص اكله النهارده بس هو هيبقى حريص على الاكل ده بكره. والطريقه ديت يا جماعه مجربه مجربه واكثر من مره وقلتها لناس كتير والحمد لله انا مجربها عندي وقلتها لناس كتير والحمد لله كلهم مبسوطين بيها. ممكن ادي بقى نيو دايجستين يزود الهضم بتاع الاكل عشان الوجع كده تكون الاكله يعني تكون فرصتها في الهضم افضل الطفل خلاص هضم الاكل هيبقى مستعد للوجبه اللي بعدها هيجوع يقرص الجوع تمام بس يعني مفعوله ما وقفتكوش يعني. ما هي الجرعة العظمى الباراسيتامول عند الأطفال؟ في سؤال بيقول لي جرعة الباراسيتامول في الأطفال قد إيه؟ جرعة الباراسيتامول من 10 ل 15 مللي جرام للكيلو جرام للدوز كل 4 ل 6 ساعات حد أقصى 5 مرات في اليوم.
يعني ممكن ادي كل 4 أو 5 أو 6 ساعات بس 5 مرات في اليوم باراسيتامول. الجرعه دي من 10 ل 15 مللي جرام من كيلو جرام في اليوم. طب لو زادت سنه مفيش خطوره ولا حاجه. ايه ممكن تزيد سنه يعني لو زادت 17 18؟ لا انا عندي اللبوس جرعه محدده، انا عايز ادي 2 لبوس. بحسب الجرعه هو 105 و120 مللي جرام، لقيت الطفل مثلا 7 كيلو الجرعه كده هتبقى حوالي 17 مللي جرام من كيلو جرام، شغال مش مشكله. ياخدوا بس مثلا ياخدوا 3 مرات في اليوم اتصرف يعني. لكن لو بحسبها شرب او نقط ما عنديش حجه. لو بدي نقط ستان الجرعه ديت تعادل 2 ل 3 نقط لكل كيلو جرام من وزن الطفل بالدوز الواحد. ستان نقط جرعتهم 2 ل 3 نقط بالجرعه. طبعا برضه قلنا لغايه 5 مرات في اليوم. طيب ده بالنسبه. طب احنا عندنا ابيمول لبوس الصيدليه خلي بالكوا 300 مللي جرام يا جماعه. اللبوس بتاع الابيمول 300 مللي جرام عشان ما يرضيش طفل وزنه يعني ده لو الطفل وزنه 15 كيلو كده هيبقى واقف 20 مللي جرام للكيلو كتير. ما بالك انا ساعات بلاقيه مكتوب الطفل عمره 2 أو 3 شهور للاسف من دكاتره الجراحه او كده ما عندهمش فكره عن اللي يدوس. ولكن عشان كده كبسيب باراسيتامول اتعمل منه اطفال وربع. مع ان هو فيه شويه حاجات اعشاب بس معاهم باراسيتامول. فمحطوط 100 مللي جرام عشان لو استعمل في الربع اللي هم وزن 6 7 8 كيلو، ومحطوط ال 250 مللي جرام عشان الاطفال اللي هم وزنهم 13 14 15 16 كيلو. لكن المشكله بقى لما يبقى طفل عمره شهر او شهرين مش هينفعه ولا حتى الكبسول ربع لو وزنه 4 كيلو مثلا، يعني بواقف 25 مللي جرام كيلو جرام كتير قوي عليه. طيب سؤال ايه تاني؟ لو الهيموجلوبين اقل من 10 عند الحامل اقل من 10 تزود جرعه الحديد ولا تاخد الجرعه المعتاده؟ لا يعني احنا ممكن ندي كبسوله مرتين او ثلاثه في اليوم مفيش مشكله لو الحديد 9 او 10. لكن لو اقل من 9 بقى بيبتدي نفكر في طرق اخرى. لو 8 8 وي انجكشن، لو اقل من كده وصلنا ل 7 احنا ممكن نوصل لنقل الدم. فافضل طبعا الكلام ده كله يكون من خلال طبيب او طبيبه الناس اللي احنا متابعين معاه. طفل شهريا بيجي له احتقان في اللوزتين وارتفاع حراره ما بيخفش غير مضاد حيوي، ايه الحل؟ عنده سنه ونص. طالما بيجي له اللوز بتلتهب اكتر من 5 مرات في السنه وبتكون كل مره بكتيريال، والبكتيريا طبعا بنلاقي الحراره مرتفعه جدا عادة فوق ال 38 ونص و39 و40 كمان وفوق ال 40. ولو حد عنده تانج سبريسور خشبه وننزل لسانه ونبص او حتى بظهر المعلقه هنلاقي احمرار كبير واللوزتين كبار كورتين كده وبيبقى عليهم عادة بس بيكون عليهم وايت باتش. دي بتبقى ستريبتوكوكس بايجنز وديت بتعوز طبعا علاج لمده لو اديت اموكسيسيلين لمده 10 ايام. ممكن بعض الانتيبيوتكس الحديثه اوف ليبل كده قلنا 5 ايام زي الاوجمنتين والسيفيدين والحاجات دي، بس برضو لو جينا للصح الصح المفروض 10 ايام بس ما حدش بيعمل كده، او حقن البنسلين طويل مفعول. طيب لو الحاله متكرره كل شهر يعني اكثر من 5 مرات في السنه كنا بنتكلم في الموضوع ده بنقول ايه الحل؟ تاي يروح يشيلها. سنه سنه ونص ممكن يقيم الحاله دكتور الاطفال، عاده بيستنى على الاقل بعد سن السنتين بيطمن على سرعه النزف وبيطمن على الانيميا لان بيبقى عرضه لحدوث شويه نزيف. فطبعا لازم تكون حاله الانيميا مستقره او حاله كرات الدم الحمراء مستقره بحيث انه يستحمل شويه نزيف. كل كام يوم ممكن نسمع عن الطفل ان يبقى مصابا بالاسهال او هل نتركه دون علاج لو في اسهال اكثر من 3 ايام؟ نقول السبب هو التسنين مع عدم وجود الحراره. قلنا يا جماعه التسنين لا يسبب اسهال، التسنين لا يسبب اسهال. الاسهال بيكون ناتج عن تلوث، يعني هيكون ناتج عن فيروس او بكتيريا او اميبيك او زياردية. تمام؟ يعني مش هيجي عن طريق من التسنين مباشره. لو الاسهال ناتج عن فيروس، الروتا فيروس تحديدا في الاطفال اقل من سنتين منتشر جدا. الاسهال بياخد عاده ما لا يقل عن 4 ايام وتوصل لثمان ايام. كان ممكن بيبدا احيانا كثيره بمره ايميزيس ترجيع وبعد كده تفتح حنفيه من تحت بيبقى فيري ووتري
دائرية، ممكن الحرارة ترتفع سنة بسيطة نص درجة أو درجة، وما بيروحش قبل 4 أيام، وعادة بيستمر من 4 لـ 8 أيام، وعلاجه الوحيد هو الـ ORS، محلول معالجة الجفاف. لو الطفل بيرجع جامد بنديله، ممكن ندي حقنة أوندانسكرون اللي هي الدانسيت، وندي الـ ORS. لو مفيش ترجيع بندي الـ ORS اللي هو أورال هيدريشن ثيرابي، محلول معالجة الجفاف بالفم. لو الطفل استمر في القيء كده مفيش حل غير يدخل المستشفى ويتعلق له محاليل وريدية. بعض الدول اللي هي النامية زي ما يعني ممكن تكون داخلة فيها مصر، ممكن يكون في نقص في الزنك، فأحيانا وجد إن لما بندي زنك الحالة بتتحسن شوية. ففي ناس على الأقل لما يبقى الحالة ماديا أو اجتماعيا ضعيفة ممكن نبدي حاجات زي السلف وزنك والزنك أوريجين، أو نقدر نقول ممكن نلاقيها في الروشتات بتاعت الأطفال نكتب لهم زنك، وليس روتيني يعني ما يبقاش حد يعني اهله نازلين ده لازم ياخد زنك. ايه الفرق؟ ان الطفل لما الام تغذيتها كويسه اللبن هيبقى فيه كميه زنك كافيه، فمش هيبقى الطفل عنده مش هيبقى عنده نقص في الزنك، فاذا مش هيبقى فيه مشكله منه، ومش هيستفيد منه لو الدكتور دياله، ومش هيضره يعني صدره هيبتدون لسه موجود في البيريكتين. احنا ما عندناش هنا في مصر اعتقد ان انت جبت الريسكين ده، انا مش كده، ممكن يكون موجود بره او ممكن يكون مستورد شنطه، بس انا قلت ان هو بيأثر على الجروس هرمون يعني بيوقف نمو الطفل. يمكن انا على جروب فيرست فارماكولوجي اتكلمت في الموضوع ده من 2010 من قبل التريزريكس والتريكتين ما يتلغوا، كنت بقول يا جماعه ده لو استعمل يستعمل بحد اقصى 4 مرات، لانه بيستعمل بره تفاتح شهيل القطط، ممكن السيلينيوم سلفايد يؤدي الى تساقط الشعر، لا اعتقد، ولو في كسر يمكن تقليل التساقط في حاله تساقط الشعر في الفيميلز. لو التساقط شديد قوي ممكن اوفنيو نستعمل مينوكسيديل 2%، وكان هو بيستعمل في الامبرجينيك الوبيشيا اساسا، بس ممكن ما فيش مانع احنا نستعمله لمده 2 3 شهور لغايه ما الشعر يقف تاني، مع ان احنا ندي حاجات فيها بارابنزويك اسيد والحاجات اللي هي موجوده في البنتوجار والهير فور هير اند نيلز والهير تون والنيوتريشن فور يور هير. الحاجات دي بيبقى فيها مجموعه كيماويات مفيده لنمو الشعر زي الزنك والبارا مانجنزويك اسيد والحاجات اللي فيها حديد، قلنا الهايدروتنس فورمولا فيه حديد زياده، دي حاجات تفيد نمو الشعر. بس الحاجات دي كلها ما بقولش انها قويه وهتجيب نتائج على طول، لما التوتر يروح، ما استعمال مينوكسيدين لمده من 2 لـ 3 أو 4 شهور في حاله التنين عشان بس يبتدي الشعر ينبت. طبعا في حاله الميلز اللي عندهم تساقط وراثي او اللي هو الاندروجينيك الوبيشيا ده المفروض يستعمل مدى الحياه، لان لو وقفته في اي وقت هيرجع التساقط في الاول، وطبعا هيكون عدى سنه من عمره او سنتين، فلما يبطل طبيعي هيكون وقع شعر تاني، فيمكن نلاقي الحاله اسوء من الاول كمان، بس مش بسبب المينوكسيديل بسبب تقدم العمر. في ناس بتقول ان المينوكسيديل بيوقع الشعر تاني لما نبطله، لا، ده الكلمه دي خاصه بالاندروجينيك الوبيشيا اللي هو تساقط الشعر الوراثي او الصلع، لان السبب بتاع التساقط الجينيتك موجود والهرمونات موجوده كل حاجه موجوده، طبيعي اول ما بطل المينوكسيديل يرجع الشعر تاني، ترجع ريما لعادتها القديمه، بعد 3 4 شهور الاقي الشعر اللي طالع بواسطه المينوكسيدين وقع تاني. لكن لو السبب مثلا نقص انيميا وعالجت الانيميا وجبت مينوكسيدين، بعد شويه الشعر طلع، بطلت مينوكسيدين الانيميا راح، يبقى الشعر مش هيقع تاني. التوتر راح، يبقى الشعر ان شاء الله مش هيقع تاني. الدايجستين فاتح للشرايين مش متاح للاطفال ليه؟ انا الدايجستين طبعا ما عادش بينزل، اعتقد في نيو دايجستين. نيو دايجستين يتاخد بعد الاكل، هو مش فاتح شهيه، هو مهضم. فلما الطفل يهضم الوجبه بتاعت الفطار هيعرف لما يجي وقت الغداء هيعرف يتغدى، فيعتبر برضه حاجه مساعده وان كانت مش فعاله قوي. في سؤال بيقول عرض الطفل للضوء العادي عشان الصفراء قريت انه مش علاج، لان الضوء اللي بيتعرض له المفروض يبقى ليه طول موجي معين، الكلام ده صح وازاي تقنع الناس ده لانها فكره عامه. الكلام ده احنا اتكلمنا عليه في المحاضره اللي فاتت، وقلنا فعلا الطول الموجي مفروض من 460 ل 500 نانومتر. بس الضوء الابيض بتاع الشمس بيحتوي على كل الاقوال الموجيه والكميات قد تكون مناسبه، واللي بتوصل لنا منها بتوصل بقوه وقد وفعال
والكلام ده مش استنتاج مني، لا ده العلم بيقول كده، بس هو مش عملي، مش يعني مش هقول انه تصرف غير صحيح، لكنه تصرف غير عملي، لان ممكن احنا قلنا ان الطفل لازم اعرض مساحات كبيره من جسمه لضوء الشمس، فمش هعرض الطفل خالص واحطه جنب الشباك، لو انا في الشتاء هعرضه للبرد، لو انا في الصيف هعرضه لحرق الشمس، يبقى اذا الضوء الطبيعي مش مناسب، الضوء النيون والحاجات دي ضعيف، واحنا قلنا ان اللون الازرق هو الطول الموجي بتاعه اقرب وهو اللي مؤثر اكتر، النيون ابيض برضه، اللون الابيض احنا عارفين ان اللون الابيض بيحتوي كل الاطياف وكل الاقوال الموجيه، فممكن هيحتوي من ضمنه على الطول اللي احنا عايزينه، ولكن احنا قلنا ان اللمبات المفروض الجسم يكون عريان خالص، واللمبات الضعيفه دي يكون بينها وبين الطفل حوالي نص متر، في البيت هحط اللمبه بينه وبينها نص متر من جميع الجهات ازاي؟ مش هينفع. لازم يدخل حضانه عشان ينطبق عليه الشروط ديت، اللمبه من كل ناحيه، جسمه عريان تماما ما عدا عينيه عليها مكملين عينيه، وبين النمض وبين جسمه حوالي نص متر، وبيكون كمان الضوء مخضر، الضوء المخضر اللي هو الازرق او من بعده الاخضر، الابيض اقل مفعول فمش هنستعمل. طبعا الكلام ده بيبقى في الحضانه مش شغلنا. لكن امتى نقول للناس ضوء الشمس ينفع؟ لما الطفل اصلا يبقى مش محتاج فوتوثيرابي. يعني الطفل مثلا الصفرة بتاعته طفل وزنه طبيعي وسنه مثلا بقى اسبوع الصفرة بتاعته بقت 8، هو مش طبيعي، بس طبعا ما يصحش يدخل الصفرة يدخل الحضانة في الوقت ده، لأن احنا بنقول إنها بتروح طبيعي بقى 3 أسابيع في الرضاعة الطبيعية وأسبوعين في الرضاعة الصناعية، يعني احنا عارفين إن هي 8 مش مضر أو 9 أو 10 مش مضر وهيروح، فما بنتدخلش، فإيه المانع إن احنا نعرضه للضوء في الوقت ده؟ مفيش مشكلة، أنت عليه 10%، 5%، إن شاء الله 6%، مش خسران حاجة. السؤال اللي بعد كده، الأطفال لهم ديزيز، أي مالتي فيتامين مفيش مشكلة. المهم ما تاخدش الأوفر دوز. أبروفد باي إيز أبيتايزر من الدايجستين، زي ما قلنا فواتح الشهية اللي هي المهضمات، ليست فواتح الشهية بشكل مباشر ولكن عن طريق هضم الوجبة الأخيرة. فالطفل يكون في الوجبة التالية مستعد ومتلهف. الجوع هيقرصه نتيجه ان بطنه فضيت، مش نتيجه ان السي ان اس حسسه فعلا بالايه بالجوع، وان كان ده هيحصل نتيجه احساسه بالجوع، يعني بطنه فضيت فممكن تدي اشاره للمخ فيدي احساس بالجوع، ولكن المفعول مش بالقدر الكافي، وفي مشكله ان بمجرد ان احنا نبطل الدايجستين المفعول بيروح، مش هيستنى حتى لتاني يوم. فممكن نستعمله لفتره لغايه ما نزود نمو الطفل شويه ويبتدي يحب الاكل، لو في اكلات ما بيحبهاش لما نجوعه بالطريقه اللي احنا بنقول عليها ويبتدي يحبها وياكلها، بعد كده لما نبطل الدايجستين ونبطل نجوعه هيرجع هو يطلب كل حاجه بنفسه تاني. المهم عندها نقص كبير في فيتامين دي وهي حامل، كيف يتم التعامل مع هذا النقص؟ كل الحكايه تاخد حاجه فيها فيتامين دي كالسيوم، والفيتامين دي يمكن في حدود 400 ل 800 وحده دوليه، مفيش اي مشاكل ان شاء الله. ومعظم منتجات الكالسيوم اللي في السوق معاها فيتامين دي في حدود 100 دوليه. دكتور معلش ممكن تقول علاقة تصفق الشعر بالتوتر تاني؟ التوتر معناها هرمونز، معناها ادرينالين، معناها فازو كونستريكشن، فازو كونستريكشن ده ممكن بيوصل عندي لبصيلات الشعر، ومعنى ان انا بعمل فازو كونستريكشن يعني قفلت عنها قطعت عنها المصروف، قفلت عنها مصدر التغذيه بشكل كافي، يمكن عكس تاثير المينوكسيديل والكافيين، في منتجات فيها كافيين، يمكن تكون عن المينوكسيديل الابرود، وفي منتجات كتير في السوق بتساعد شويه يمكن بدرجه اقل من المينوكسيديل زي الليندو هيردا ميكس، في منتجات الشركات الكبيره طبعا يمكن في كيانو موس، وفي حاجات كتير انا ما اعرفش بصراحه تفاصيلها، حاجات اتكلمت عن الحاجه اللي هي الدراج اللي هي المينوكسيديل، بس في حاجات تانيه فعاله بدرجات متفاوته برضو موجوده في الماركت. فقلنا الحاجه اللي بتعمل فيزيو دايلوكيشن عشان نعالج تساقط الشعر، حاجه بتوسع لوائد دمويه تحت بصيله الشعر فتزود امدادها الدموي فتساعد في تغذيتها وصول الاكسجين والتغذيه ليها فتنمو وتترعرع. العكس طبعا لما في حاله الحاله المرضيه فازو كونستريكشن يحصل العكس، التغذيه ما تروحش، الاكسجين ما يروحش، تصير البصيله تضعف او تموت ويحصل تساقط في الشعر. طب لو سمحت يا دكتور ممكن اعرف الفرق بين مرض القولون العادي والعصبي وعلاج كل واحد منهم؟ تمام. اول هان القولون العصبي اللي هو الريتابل باول سندروم، الريتابل باول سندروم يعني انا عندي الحاله عندها قولون مش مظبوط
مش مظبوط من ناحية ايه؟ من ناحيتين، من ناحية ال pain sensation pain threshold، ومن ناحية ال motility. يبقى عندي الإحساس بالبين أسهل من المعتاد، يعني مؤثر بين خفيف يسبب ألم شديد، فنلاقي مغص متكرر، مغص متكرر. الموتيليتي كمان فيها مشكلة، الإيرتابيليتي ألم واختلال حركة الاثنين. من ضمن شروط تشخيص القولون العصبي إن يبقى عندي اختلال في حركية القولون في آخر كام شهر. في كريتيريا لازم تنطبق عشان نقول ان في اي بي اس، في عندي اي بي اس دي واي بي اس سي واي بي اس ام، يعني قولون عصبي مرتبط بالدي اللي هي الدائريه، واي بي اس ريتل باول سندروم سي اللي هو مرتبط بالكونستيبيشن، والام اللي هو الميكسد، يعني فترات من الدائريه وفترات من الكونستيبيشن. ودول اساسي في التشخيص، وهنلاقي غالبا كمان اللي هو المرتبط بالكونستيبيشن معاه طبعا لما يبقى في كونستيبيشن مع كده التفريغ قليل، التخمر يزيد، يبقى عندي غازات كتير وتفريغ الغازات صعب، فهيبقى عندي انتفاخ كمان. الانتفاخ غالبا مش دايما بس غالبا بيكون مع الاي بي اس سي اللي هو الكونستيبيشن. ده بالنسبه لتشخيص القولون، وعلاجه بيبقى على حسب كل حاله منهم. طبعا في جايد لاينز بتحكم علاج كل حاجه. طبعا في حاله الاي بي اس سي اللي هو مرتبط بالكونستيبيشن بيبقى العلاج معتمدة إلى حد كبير على البروكاينيتكس. أنا بفضل حاجة اسمها جاستريد ترانيوبيتين مليت. ترانيوبيتين ده بيشتغل بطريقتين، طريقة بروكاينيتك بيزود حركية الجزء العلوي من الجي اي تي عن طريق الموتينين وميكانيزمات كتير، لا داعي لإيه التوسع في شرحها، وبيقلل حركية عن طريق الأنتيكولينرجي، بيقلل حركية القولون، بيشتغل على الكاتالوجيكال سيستم كمان. هنلاقي في حاجات بتزود الحركيه وحاجات بتقلل الحركيه. طبعا اللي عنده مشكله بيبقى عندي زياده يا نقص، زياده في مناطق، ممكن بعد مثلا ده زياده في مناطق ونقص في مناطق. هنلاقيه بيشتغل زي الايه الاكورديون كده، بيجي على المناطق الشابه وبيبقى فيها طبعا برونونسد اكشن لميديتور معين، فهيبان مفعوله الانتاجونست هنا ويقفله، ويروح في الحته الثانيه اللي قليل فيها ادرس معين ويشتغل فيها يزود الحركيه. يبقى هنلاقيه بيزود حركيه الناقص ويقلل حركيه الزايد. ممكن الناس تجربه، انا نفسي جربته على نفسي شخصيا. مش عايز ادخل في تفاصيل علاج الاي بي اس الاي بي بي كجايد لاينز، لان هي ليها محاضره كامله يمكن موجوده في البورد الامريكي بتفاصيل كتير. لكن في السؤال بيقول قولون عصبي وقولون. قولون دي كلمه بنطلقها على الديسفانكشنال الفانكشنال ديسبيبسيا، اللي هي عسر الهضم الوظيفي، اللي هي خلل في وظائف الامعاء. طبعا ده مش لازم ينطبق عليه الكرايتيريا بتاعه القولون العصبي اللي هو امساك او اسهال بقاله فتره قد ايه، لا ده مجرد هنلاقي لخبطه كتيره، نلاقي غازات، نلاقي مغص، نلاقي اسهال، نلاقي امساك، نلاقي مشاكل كده، احساس بالامتلاء، حاجات كتير مش مرتبطه ببعضها بشكل مباشر، ومش شرط يكون طبعا في امساك او اسهال بشكل مستمر. ديت ممكن بنسميها فانكشنال ديسبسيا. وممكن برضه نعالجها في حاجه زي الحاجات البروكاينيتك والحاجات اللي هي زي الترانوبيتين مانيوت، واحيانا كمان بالحاجات اللي هي زي ترايسايكليك انتي ديبريسنت زي التريبتيزول. في حاجه زي الميتيزول، في حاجتين من ضمنها الترايسايكليك انتي ديبريسنت، والماده الثانيه اللي هي انتي سايكوتيك كيميكال انتي سايكوتيك، بس دي قديم بس بجرعه قليله قوي 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 لدرجه انها ما تشتغلش في الاتجاه ده، وتشتغل في اتجاه انها هتزود الميتيلتي بتاعت اجزاء معينه من الجي اي تي زي طريقه الترانوبوتين لما شرحنا من شويه. فالميتيزال برضه في بعض الحالات دي بيكون مفيد، وبرضه ينفع في القولون العصبي بشرط ان ما يكونش فيه امساك، لان ترايسايكليك انتي ديبريسنت مش مفضله في علاج القولون العصبي المرتبط بالامساك او العصب الهضمي المرتبط بالامساك، لانها لا انتيكولينرجيك اكشن، فممكن تقلل حركه الجهاز الهضمي فتتفاقم مشكله الايه الامساك. وعندنا الكولونا،
في ميدوفرين هيدروكلورايد وفي سلبدرايد نفس طريقه الميتوزال. الميدوفرين بيقلل حركيه الجهاز الهضمي، والسلبدرايد بيزود حركيه المعده ويزود الريت اللي بتصب بيه محتوياتها، فبيحسن عصر الهضم. في سؤال هنا بيقول ظهرت خلال الايام اللي فاتت انتشار ان دور الميثيليوم خطير جدا ممكن يسبب هارت فيلير، الكلام ده صح فعلا؟ واقصى جرعه ليه قد ايه ولمده قد ايه؟ الميثيليوم اللي هو الدندريدون مش خطير جدا او ولا حاجه، وفي انا عارف دوستات غير علميه بتقول انه اتمنع نهائي. فكل الحكايه ان هو اصلا مش ابروف في امريكا، دي ادويه كتير معروفه ومهمه من ضمنها ترامبوتين اللي كنا لسه بنقول عليه، ومعظم البروكاينيتكس مش ابروف في امريكا. في ادويه شهيره جدا مش ابروف في امريكا، يعني الروفامايسين مثلا مش ابروف في امريكا. فالدمبريدون من زمان اصلا مش ابروف. ما علينا من امريكا، هو ابروف في كل اوروبا من الاي ام اي، مش الاي سي دي، الاي ام اي الاوروبيه. كل حكايه ان هو ليه كارديو فاسكولار ريسكس، الكارديو فاسكولار ريسكس ديت خلت الحقن اتمنعت من زمان لانها كانت مرتبطه انها تعمل ارثميا، لكن ما حصلش اي مشكله من التابلت والسيرب واللبوس بالجرعات المعتاده الا في حاله تجاوز الجرعات، فتم تخفيض الجرعات. مش هنتكلم عن الجرعات القديمه كانت ايه، لكنها اتخفضت لحوالي الثلث. دلوقتي جرعه الاطفال من ربع ملي جرام للكيلو جرام بالدوز لغايه 3 دوز في اليوم، يعني الحد الاقصى 75 من 100 ملي جرام للكيلو جرام في اليوم. يعني طفل عمره سنه وزنه حوالي 10 كيلو هياخد 2.5 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم، يعادل 2.5 سنتي بارتيكليوم او موتيليوم او جاستروموتيل ثلاث مرات في اليوم، 2.5 سنتي ثلاث مرات في اليوم لعمر سنه. عمره 6 سنين وزنه حوالي 20 كيلو هياخد معلقه شاي 5 سنتي ثلاث مرات في اليوم قبل الاكل. ده بالنسبه للدمبريدون. المفروض بالنسبه للكبار الحد الاقصى للجرعه 10 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم، يعني قرص ثلاث مرات في اليوم او معلقه 10 سنتي ثلاث مرات في اليوم. ده بالنسبه للتابلت. اللبوس ضعف الجرعه ديت، يعني البوسه 30 ملي جرام مرتين في اليوم. اللبوس 60 ملي جرام المفروض يتلاقي خلاص، يعني الجرعه زمان كانت 60 ملي جرام في اللبوس مرتين في اليوم، دلوقتي بقت 30 ملي جرام مرتين في اليوم بالنسبه للكبار. بالنسبه للاطفال المفروض تتلغي اللبوس 30 كان بتاع اطفال بقى بتاع كبار. لبوس ال 10 ملي هو لسه امن برضه، بس مش هيناسب غير وزن محدد من الاطفال، ففي توصيه بالغائه هو كمان. وفي توصيه ان الدندريدون بصفه عامه ما يستعملش غير النيجيون فوميتنج، وما يستعملش لمده اقصى من 7 ايام، لكن يستعمل طبعا لعسر الهضم كبروكاينيتك الاول. فالميدي فيت فتح شهيه، هل هو كويس للاطفال ولا ليه تاثير؟ الميدي فيت امن جدا للاستعمال في الاطفال، لكن مفعوله ضعيف كمالتي فيتامين في فتح الشهيه. مالتي فيتامين في فتح الشهيه لها تاثير مفيد ولكنه ضعيف. تمام، في ناس دلوقتي بتقول السحور، و اعتقد كمان الاسئله خلصت، وانا شاكر لكم حسن استماعكم، وكل سنه وانتم طيبين، ونلتقي في المحاضره الجايه ان شاء الله. ولو في اسئله بخصوص موضوع محاضره النهارده يتحط في الجروب ان شاء الله على لينك المحاضره، ولو في اي اسئله ثانيه ممكن على الجروبات المختلفه بتاعت الفيس. لو اي حد عمل منشأ في اي موضوع انا تحت امركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.